أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. خبر عاجل محزن للغاية، وفاة مفتي ليبيا السابق الشيخ محمد المدني منصور الشويرف عن عمر ناهز 95 عاما. تم اعتقال الشويرف عام 2011 في سجون مصراتة لأكثر من 4 سنوات بسبب إصدار فتوى بوجوب التصدي لعمليات الناتو العسكرية ضد ليبيا. قال أن ما حدث عام 2011 مؤامرة على الإسلام والمسلمين. الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.